مؤخرا اللي غبت على الساحه من بعد غادي نهضر من بعد المرض ديالي والعلاج ديالي. ف للاسف كاينين بعض الناس اللي حاولوا انهم يقصوني ويغبروني وما بقاش نخدم. فكنحاول نعمل او كنعمل المجهود ديالي بادب بادب وبلطافه وبحرفيه ومهنيه اني باش نسول الا كاين اعمل او ادوار جديده ولا كاستينغ ولا شي حاجه. للاسف انا كنعاود نقول لبعض الناس كيتعاملوا معايا على اساس اني وحده غير فنانه عمرها ما خدمت متملقه. ما نبغيش نزيد نفسر اكثر, هادي يكون من المفضيحات اكثر اللهم حدي هنايا. فهاد الحاجه اللي كتضر بزاف, دونك انا ما غبرتش ولكن هم مشتو كلمتها مشو بزاف ديال الرواد. باردون, كلمتها مشو بزاف ديال الرواد. كلمتها مشو بزاف ديال الرواد, وللاسف كاينين بزاف ديال الاسماء بحال يلاه قبيله كما كنا عند السي الخلفي الله يطول له عمره ويشافيه مع الفنان الكبير ديالنا حتى هو سي عبد القادر مطاع. وسمعت الهضره اللي او الحوار اللي دار, فكاين كاين غصه حتى عندهم هما غصه مشتركه بالنسبه للفنانين اللي كيكونوا عندهم عندهم ماضي زوين في الاعمال الدراميه والسينمائيه المغربيه, وفي التالي كيبقاش الواحد يعرفهم ولا مشاو يسولوا على راسهم كيتسماو. نعم سيدي. بالنسبه للكمال بصراحه كان صديق ديالي وعزيز عليا وعزيز عليا بزاف, وخدمت معاه مسلسل حياني وانا فرحانه بزاف. غير هو المده ديال 8 سنين وانا كنتسنى في رزقي, وفي التالي تنكر لي ويقول لي بعدا من قبل قال لي عيط لي وكنتصل به العام اللي فات عام وانا كنتصل ما كاينش جواب. فحاجه كضر في الخاطر, هو عطاني 10000 درهم من الفلوس اللي كنسلو, ولكن باقي لي 20000 كنتسناها. ملي قال لي دابا ندوزها لك وتصل بيا ونعطي لك فلوسك عام, وانا كنتصل تقريبا عام قل شهرين وانا كنتصل وما كيجاوبنيش. حاجه اللي كتخلي الواحد يزيد يكفر. قال لك واحد الجمله صعيبه شويه كما قلتي دابا, راه قال لي واحد الجمله ملي طلبته بفلوسي باغ تليفون, قال لي هذه عاد مؤخرا قال لي انت اللي كتهضر دابا على فلوسك, ما عندك لا مسؤوليه لا دراري, علاش كتهضر على الفلوس دابا؟ ما فهمتش علاش كطالب بهم, مع العلم ان 8 سنين من 2012 وانا كنتسنى فلوسي. هذه بصراحه حرقتني واستفزتني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي, وما تنساوش ديروا جيم.